خلال نصف قرن تغير كل شيء في اليابان، ظل ثابت وحيد وهو ميزانية الدفاع. الانفاق لم يتخطى 1% من الناتج المحلي ولو لمرة واحدة. قرار خط بصفة غير رسمية عام 1976 للتركيز على البنية التحتية وتطور المدني، لكن الزمن تغير. حقبة اليوم باستقطاباتها، انقساماتها الحادة وبشرارة أطلقت على جارة بعيدة كييف. استدركت طوكيو ما يجري. العاصمة تقع في وسط بيئة أمنية هي الأكثر قسوة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية. المقصد موجود، ولكن في مياه اليابان التي بقيت راكدة لسنوات. إدراك تاريخي بل ونقطة تحول رئيسية خططها اليابان في ثلاث وثائق أمنية مهمة بعنوان الاستراتيجية الشاملة، تسمح لها بأن تكون دولة طبيعية مرة أخرى. والوصف لمجلة ذا ديبلومات الأمريكية. لماذا طبيعية؟ لأنها حصلت أخيراً على ضوء أخضر لتملك قدرات هجومية كصواريخ توماهوك الأمريكية، تمكنها من ضرب قواعد صواريخ العدو، ولعله ضوء أخضر يميل للصفرة كونه حقاً يترجم في واشنطن على أنه امتياز يأتي مع شروط للاستخدام. المهم هنا أن اليابان تستعد للارتقاء بقدراتها العسكرية إلى ما هو أبعد من الوضع الدفاعي المحض، وضع فرضته بكسر قاعدة 1% ومضاعفتها 2%، وتوافق مع التوافق مع معايير حلفائها في الناتو. بالأرقام، ميزانية الدفاع اليابانية ارتفعت بمعدل 56% ووصلت إلى 314 مليار دولار أمريكي، رقم نقل البلد إلى نادي كبار المنفقين عسكرياً لتصبح الثالثة بعد أمريكا والصين. بعد الصين صحيح، لكنها قريبة جداً وتراقبها جيداً، إذ نقلتها في وثائقها الثلاث من وصفها بقضية تهم المجتمع الدولي عام 2013 إلى التحدي الاستراتيجي الأكبر لليابان، وذلك في عام 2022. رغم ذلك تتبنى اليابان مواقف غامضة تجاه الصين، ربما لأنها غير مستعدة بعد للتضحية بمعجزة النهضة التي حققتها بعد مسح أثار القنبلتين وحل عقدة ماك آرثر. هنا استسلمت طوكيو لتبدأ مرحلة مدتها نصف قرن أنهتها اليوم. وثائق اليابان رسائل تقرأها بيونغ يانغ وبكين بحذر، وإن كانت لم ترفع الحذر عن طوكيو من شن ضربة استباقية، لكنها تشكل جزءاً من رادع أكبر. قبل سنة مهدت أمريكا الطريق لتحالف عسكري بدأ بشراكة أمنية ثلاثية عرفت بأوكوس، أمريكا، بريطانيا وأستراليا. مهمته الفعلية ضبط ميزان القوى في منطقة المحيط الهادئ. التحالف استفز الخصوم. خطة تسليح أستراليا بالغواصات النووية تحديداً وحتى الحلفاء والمنافسين توجسوا من أن يدفع التحالف لسباق تسلح في المنطقة ويفضي لحرب بحرية باردة. مع الوقت بدأ أن العزلة تحيط بالحلف في وقت تحوطت فيه الصين بشركاء استراتيجيين بين دول وجزر المنطقة، ولعل سبب العزلة في أن أوكوس خلى من أي صوت آسيوي. ومن هنا اختلف التكتيك. دخلت الهند واليابان على الخط الخارجي للحلف، وإن كان بصورة غير رسمية عبر اتفاقيات وتعاون وتدريبات مشتركة مع أستراليا. توسيع الجبهة يزيد من التحديات أمام الصين، ليس أمنياً فقط
وإنما الضغط عليها وإجبارها على تقديم تنازلات اقتصادية وتجارية وربما لفرض تسويات تخدم أطراف المنطقة. صراع اليوم لا تحصره اتفاقيات وسلاح فقط، بل تفوق تقني واستخباراتي واقتصادي وفضائي، وصعود الصين الصارخ في هذه المجالات تحدى خطر لمكانة ونفوذ الولايات المتحدة وحلفائها في العالم.